محمد بن عبد الله الناصح الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالاسم الشريف والنسب المنيف هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، وأمه هي السيدة الفاضلة الجليلة سبيكة النوبية، وهي أم ولد من أرض النوبة من قوم ماريا القبطية زوجة النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وأم ولد إبراهيم عليه السلام، وقد ورد ذكرها في حديث شريف عن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، عند ذكره لخليفته الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام بقوله بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة المنتجبة، صدق النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، فلقد كانت سبيكة أمة طيبة إيمانا وعملا، وكانت أفضل نساء أهل زمانها، وكانت تسمى الخيزران وريحانة، وتكنى بأم الحسن. وذكر المسعودي في إثبات الوصية لما ولد محمد الجواد عليه السلام قال أبوه الرضا عليه السلام لأصحابه في تلك الليلة: لقد ولد في هذه الليلة شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست أم ولدته فلقد خلقت طاهرة مطهرة تقية نقية لتلد حجة الله الإمام التاسع عليه أفضل الصلاة والسلام. أما كنيته عليه السلام أبو جعفر، ويميز في لسان الأخبار بأبي جعفر الثاني تمييزا له عن جدي أبي جعفر الباقر عليه السلام، وأما ألقابه فكثيرة وأشهرها التقي والقانع والجواد، وعرف بعد وفاته بباب المراد إلى الله تعالى لكثرة ما استجيب في حرمه الشريف من الدعوات، وقضي بالتوسل به إلى الله جميع الحاجات. ولد الإمام أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام في المدينة المنورة يوم الجمعة في العاشر من شهر رجب سنة 195 هجرية، وله تواريخ مختلفة، والقول الأول هو الأشهر، ويؤيده ويؤكده كذلك الدعاء المشهور والمأثور عن الناحية المقدسة
من أدعية رجب الحرام، وهو قوله عليه السلام: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وأبي علي بن محمد المنتجى. أما عن دلائل إمامته عليه السلام، إن محمد الجواد بن علي الرضا عليه السلام هو التاسع من الأئمة الاثنى عشر الشرعيين الذين قام الإجماع بين المسلمين على تحديدهم بهذا العدد بمقتضى الحديث الشريف المتواتر عن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد الأئمة من بعد اثنا عشر، وكلهم من قريش أو من بني هاشم، بناء على رواية أخرى للحديث الشريف، ولعلها هي الأصح، وقد اختلف البعض في تعيين هؤلاء الاثنا عشر. فأما الشيعة فيرون إن هؤلاء هم علي بن أبي طالب وأبناءه الأحد عشر، وهم كما يلي على التوالي: الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجاه وسهل الله مخرجاه. ودليلهم على ذلك كله أولا النصوص العديدة من النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد عليهم واحدا بعد واحد بالاسم واللقب وبعض الصفات الأخرى، وقد اعترف بتلك النصوص جمع من علماء أهل السنة ورووها بأسانيدهم وطرقهم. هذا بالإضافة إلى نصوص بعضهم على بعض، فالسابق منهم نص بالإمامة على اللاحق منهم بعدا، وثانيا الأفضلية والتفوق العلمي والعملي والخلقي، تلك الأفضلية التي سجلها لهم التاريخ والسيرة بالتواتر والشهرة، والتي اعترف لهم بها الأعداء والأولياء. فالإمام محمد الجواد كان أفضل وأكمل إنسان في عصره علما وعملا وأخلاقا، بل يمكن القول بأنه عليه السلام كان معجزة عصره وأعجوبة دهره ونابغة زمانه، فلقد تسلم مسؤولية الإمامة وهو لم يتعدى سنه التاسعة من عمره الشريف، حتى وقع الشك في قلوب الكثيرين في إمامته وهو طفل صغير، فعمدوا إلى امتحانه عليه السلام بالأسئلة الفقهية والعلمية، وتوجهت منهم جماعات إلى المدينة واجتمعوا به واختبروه وسألوه آلاف المسائل، ف
فأجاب عنها وعاد أعضاء الوفود إلى بلدانهم معترفين بفضله مقتنعين بإمامته معجبين بعلمه ومعرفته. مع صغر سنه وذكر الطبرسي في أعلام الورى أن أبا جعفر الجواد عليه السلام قد بلغ في وقته من الفضل والعلم والحكمة والآداب مع صغر سنه منزلة لم يساويه فيها أحد من ذوي السن من السادة الكبار. ولذلك كان المأمون العباسي مشغوفا بحبه لما رآه في علو المرتبة وعظيم المنزلة في جميع الفضائل حتى زوجه ابنته أم الفضل وكان زائدا في تفضيله وتوقيره وتبجيله. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن بن علي الحسين بن علي زين العابدين الأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ومما ورد في سعة علمه عليه السلام ما رواه الكليني رحمه الله أن قوما سألوا أبا جعفر الجواد عليه السلام عن 30,000 مسألة فأجاب عنها، وكما اعترض العباسيون على المأمون فيما فعله معه من الاحترام والتكريم والتقريب والتزويج، فقال لهم المأمون: فأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتفوقه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر لكم ما قد عرفته منه فتعلمون أن الرأي ما رأيته فيه. فقالوا له: إن هذا الفتى وإن راقك هديه وخلقه إلا أنه صبي صغير لا علم له ولا فقه ولا معرفة، فأمهله حتى يتعلم ويتفقه في الدين ثم اصنع به ما تريد. فقال لهم المأمون: ويحكم، إني أعرف بهذا الفتى منكم، إنه من أهل بيتين علمهم من الله تعالى ومدده وإلهامه، ولم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب إلى حد الكمال، فإن شئتم فامتحنوه حتى يتبين لكم ما وصفته من حاله. فقال العباسيون: لقد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه، فخلي بيننا وبينه يحيى بن أكثم وهو قاضي القضاة بأن يسأل الإمام الجواد مسألة لا يعرف الجواب فيها.
قال الراوي: فلما أبلغوا يحيى بن أكثم بعزمهم وعرضوا عليه رأيهم وأوعدوه بأموال كثيرة على ذلك، فعقد المأمون مجلسا عظيما حضره العامة والخاصة من الناس، وجلس المأمون في صدر المجلس والجواد عليه السلام إلى جانبه، وجاء يحيى بن أكثم وجلس بين يديهما واستأذن في السؤال، فأذن له الجواد عليه السلام، قال: ما تقول؟ جعلني الله فداك في محرم قتل صيدا. فقال له الإمام الجواد عليه السلام: قتله في حل أو حرام، عالما كان المحرم بحرمة الصيد أم جاهلا، قتله عمدا أم خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا على ما فعل أم نادما. في ليل كان قتله للصيد أم نهارا، محرما كان بالعمرة حين قتله أم بالحج. فتحير يحيى وتلجلج وبان في وجهه العجز والانقطاع، حتى عرف أهل المجلس أمره، فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي. ثم نظر إلى العباسيين وقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه علي؟ ثم قال المأمون للإمام الجواد عليه السلام: إن رأيت جعلت فداك، جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم للصيد لنعلمه ونستفيده. فقال الجواد عليه السلام: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل، وكان الصيد من الطيور وكان من كبارها، فعليه شاهد، فإن أصابه في الحرام فعليه الجزاء مضاعفا، أي شاتان، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، وإذا قتل الفرخ في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان نعامة فعليه بدنه، أي بغير أو ناقة، وإن كان الصيد ظبيا فعليه شاة، وإن قتل شيئا من ذلك في الحرام أي من الوحش فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد عليه المؤثم في الآخرة ولا إثم عليه على قتل الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة، والمصر يعاقب في الآخرة رغم دفعه الكفارة. قال الراوي: فنظر المأمون إلى بني قومه وأصحابه وقال: أعلمتم أن علم أهل هذا البيت
إلهامي من الله تعالى. ثم جرت الخطبة العظيمة وعقد له وعقد له المأمون على ابنته أم الفاضل مثل ما عقد بابنته أم حبيبة على أبيه الرضا عليه السلام. فوضعت الموائد فوضعت الموائد ووزعت الجوائز وبقى الجوائد معززا مكرما عند المأمون. وكانت زوجته أم الفاضل لا توافقه في أفعالها وأخلاقها، وكانت تغار من أم الهادي لأنه كان عليه السلام يميل إليها ويحبها ويرجحها عليها. وكانت كثيرا ما تشكو الإمام عند أبيها المأمون ولكنه لا يصغي لشكايتها ولا يتعرض لأذية الإمام دحضا ودفعا لما وقع منه مع أبيه الرضا عليه السلام. إذ فيه صلاح دنيا. فروى السيد ابن طاووس عن حكيمة قالت: لما مات ابن الرضا عليه السلام أتيت زوجته أم الفاضل بنت المأمون فوجدتها شديدة الحزن والجزع تكاد تقتل نفسها من شدة البكاء والعويل، فخفت عليها أن تتصدع مرارتها. قالت: فبينما نحن كذلك وكنا نتحدث عن سيرته وكرم أخلاقه وما أعطاه الله من الحلم والعلم والشرف والإخلاص وما منعه من العز والكرامة، قالت أم الفضل: ألا أخبرك عنه شيئا عجيبا يفوق الوصف؟ قلت: وماذا؟ قالت: كنت أغار كثيرا وأراقبه أبدا، فربما يسمعني كلاما فأشكوه إلى أبي فيقول لي: أبي يا بني احتمليه فإنه بضعة من النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت علي جارية فسلمت، فقلت لها: من أنت؟ فقالت: أنا من ولد عمار بن ياسر وزوجة أبي جعفر الإمام الجواد عليه السلام. فدخلني من الغيرة ما لا أقدر على احتماله، وأممت أن أخرج وأسيح في البلدان، وكاد الشيطان يحملني على الإساءة إليها لولا أني كظمت غيظي وأحسنت إليها وكسوتها. فلما خرجت من عندي تلك المرأة نهضت ودخلت على أبي وكان سكرانا، فأخبرته الخبر فقال: يا غلام، علي بالسيف. فأتى به وركب فرسه وقال: والله لا أقتله، تقول أم الفضل. فلما رأيت ذلك قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما صنعت بنفسي وبزوجي. فجعلت ألطم على وجهي. فدخل أبي حجرة زوجي الإمام الجواد عليه السلام وما زال يضربه بالسيف حتى قطعه قطعة قطعة. ثم خرج من عندي وخرجت هاربا من خلفي، فلم أرقد ليلتي فما أصبحت
فلما أصبحت أتيت أبي فقلت: أتدري ما صنعت البارحة؟ قال: وما صنعت؟ فأخبرته الخبر، ثم قلت له: وأنك قتلت ابن الرضا. فبرقت عيناه وغشي عليه، ثم أفاق بعد حين وقال: ويلك ما تقولين هذا؟ وهو يضطرب اضطرابا شديدا. وقال علي بياسر الخادم، فجاء فنظر إليه. فنظر إليه المأمون وقال: ويلك ما تقول هذه؟ قال: إنها صدقت فيما قالت يا أمير المؤمنين. فضرب بيدي على صدره وخده وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هلكنا والله، وعطبنا وافتضحنا إلى آخر الأبد. ويلك يا ويلك يا ياسر، انظر ما الخبر وعجل به، فإن نفسي تكاد أن تخرج الساعة. فخرج ياسر وأنا ألطم على وجهي، فما كان بأسرع من أن رجع ياسر وهو يقول البشرى: يا أمير المؤمنين، قال: لك البشرى. قال ياسر: دخلت عليه وهو جالس وعليه قميص ودراج وهو يستاك، فسلمت عليه وقلت: يا ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، أحب أن تهب لي قميصك هذا أصلي فيه وأتبرك به، وأعلم أيها الأمير إني لم أقل ذلك إلا لينظر إلى جسده، فلما نزعه وأعطاني إياه لم أرى في جسده أثرا للسيف، بل كان ظهره كأنه العاج المشرب بالصفرة. قال: فلما سمع المأمون ذلك بكى طويلا وقال: إن هذا لعبرة للأولين والآخرين. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله، وصل على محمد علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي صلى الله على محمد وآل محمد. واذهب إلى ابنتي وقل لها: يقول لك أبوك: والله لئن جئتيني بعد هذا اليوم تشكين منه أو خرجت بغير إذني لأنتقمن له منك. ثم قال لي سر إلى ابن الرضا وابلغه عني السلام، واحمل إلي سيفي الذي كان بيدي البارحة، والشهري الذي ركبته
البارحة ثم أن المأمون قصد بنفسه ابن الرضا ابن النبي صلى الله على محمد وآل محمد. فلما أن أقبل عليه قام الإمام قائما فأخذه المأمون فضمه إلى صدره ورحب به ونهاه الإمام عن شرب الخمر فقبل النصيحة وتاب على يده وعلمه الدعاء المشهور الذي أنقذه الله تعالى بسببه. وكان المأمون ببركة هذا الدعاء لم يصبه بلاء طيلة حياته وفتح كثيرا من بلاد المسلمين. ثم أن الإمام الجواد عليه السلام استنفر من معاشرة المأمون فاستأذنه في الحج فحج إلى بيت الله الحرام ورجع إلى مدينة جده نبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وفي السنة الثانية بعد المئتين مات المأمون واستولى المعتصم بعده واستقل بالخلافة ولم يزل يسمع بمعجزات الجواد عليه السلام وكراماته وعلومه حتى ضمر له من الحقد والحسد والعداوة ما لا يوصف ولم يزل يتربص به حتى استدعاه من المدينة إلى بغداد وصار يقربه في مجلسه ويعجب بما يرد به عن الأسئلة التي يوجهها إليه الحاضرون. ولما كانت الإمامة أخت النبوة في مهامها ومسؤولياتها ولا فرق بينهما إلا الوحي بمعنى أن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد ينطق بلسان الوحي والإمام ينطق بلسان النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. والكتاب فكان لا بد أن يجهز الإمام بكل طاقات النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. وصفاته من عصمة وشجاعة وعدل وإخلاص وأن يكون قادرا على إظهار المعاجز وخوارق الطبيعة عند الحاجة لإثبات إمامته كما كانت الحال بالنسبة إلى النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. ساعة الولادة روى ابن الشهرياشوب في المناقب بسند صحيح عن حكيمة بنت الإمام الرضا ابن النبي محمد صلى الله على محمد
محمد وآل محمد. قالت لما حضرت خيزران الولادة دعاني أبي رضا عليه السلام وقال يا حكيمة أحضري ولادتها فأدخلني والقابلة وهي وأغلق الباب فأدخلني والقابلة وهي وأغلق الباب ووضع لنا مصباحاً فلما اشتد عليها الطلق أطفأ المصباح فاختميت لطفء المصباح وكان بين يدي عطشت فبينما نحن كذلك إذا أخذتني فترة وأخذتها فترة إذ بذر أبو جعفر في الطيش أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات